حصريا أستاذنا محسن زايد درس في معهد السينما. اللي عاجبه على كده عاجبه، واللي مش لادد عليه كلام انت الله واسع. انت السيناريست، انت اللي تعدل. انا جاي قصدك في خدمه يا شكرون. تعبت ليه ما اتجهش للاخراج السينمائي؟ لكن انا قدامكم اهو عايش والحمد لله. كلام ايه ده؟ كلام الحساب تقل قوي يا حاج، بقى لي شهرين صابر على الميه. اسكندريه ليه مع المخرج الكبير يوسف شاهين فيلم حقق نجاح كبير، حصل على جوائز. تشاهدونه في الأوقات التالية.